التجربة، ان انا اعيش تجربة ما عشتهاش قبل كده. انا بغني، برقص، بمثل، بطلع حاجات انا ممكن ما كنتش طلعتها في مسلسل او طلعتها في فيلم او ما اعرفش اصلا انها عندي، زي ما طارق قال. جانب الكوميديا، ممكن ما كنتش عملت اعمال درامية كوميدية فما ظهرش عندي جانب الكوميدي مثلا، الناس ما تعرفش هل انا دمي خفيف دمي تقيل، بعرف اعمل كوميدي او ما بعرفش. فهي تجربة في حد ذاتها مثيرة بالنسبة لي ومتهيألي بالنسبة لكل الفنانين اللي جم البرنامج، لانه انا يعني على حجم الناس اللي جت، الفنانين اللي جم، انا متهيألي ان ما حدش فيهم ربع موهبة، كلهم موهوبين جدا حاجات، كلهم فعلا موهوبين. ممكن حد فيهم ما يكونش عارف ان هو موهوب في الجزئية دي بس اكتشفها في البرنامج، وده شيء بيضيف له، لانه ده ممكن يفتح له سكة تانية في شغله، في طريقة تفكيره، يخليه يبقى مختلف، ما يبقاش في نفس التراك اللي هو ماشي.